السلام عليكم خواتي، ان شاء الله كامل تكونوا بألف خير ومرحبا بكم في فلوج جديد. في فيديو سابق واللي وريت لكم فيه بعض المعدات اللي شريتهم باش نطور الهاتف تاعي، كنت وريت لكم هذاك الجلايد كامل اللي خدمته وقلت لكم راح يساعدني بزاف في تثبيت الهاتف تاعي اثناء تصوير الفيديو، صح؟ وقلت لكم ايضا باللي كاش نهار راح ناخذوه لبلاصه شابه ونديروا له ريفيو ونوري لكم نتائج منه ونقول لكم اذا يستاهل تخدموه ولا لا. واحذروا ماذا؟ اليوم راهو هذاك الفيديو، اليوم رانا في هذاك النهار، وشوفوا اليوم ورانا. اليوم رانا في الشريعه. خوتي فيديو شباب بزاف، صح؟ هذوك اللقطات كامل صورتهم بهذاك واسمو الجلايد كامل اللي وريت لكم، لكن انا درت له تطوير من اخر مره شفته فيها. درك يازت له هذا القبضه اللي راكم تشاهدوا فيها باش يولي كيما الجلايد كام نتاع الصح. هو النتائج اللي يعطيها لك ماشي كيما الجلايد كام الحقيقي، لكن تبقى افضل ب100 مره من انك تصور باليد تاعك فقط ولا انك تصور بالجلايد كام بلا ما تزيد له هذيك القبضه. اعطوني رايكم في النتائج اللي شفتوها خوتي من حيث الثبات فقط، لانه اليوم رانا نتستيو في ستابيليزاسيون ولا ستابيليزيشن نتاع هذا الجلايد كام اللي يضيفها للفيديوهات تاعنا. النفس انقطعت فيا لانه مصباح حنا نمشيو كما راكم تشوفوا الحاله قاعيت هناك طلعه، لكن النتائج اللي راح نتحصلوا عليهم الفيديو هذا راح يستاهل ان شاء الله كل هذا التعب. واو خوتي شوفوا البلاصه اللي رانا فيها درك، هي من هذا النقطه الشريعه كامل تبان كما راكم تشوفوا، يبانوا هذوك لي زوت اللي بان قالوا الشجر هذا، شوفوا هذاك السحاب اللي راهو الهيكات، بلاصه شابه بزاف صح. وحبيت نحبس هنايا ونحكي لكم شويه على هذه الاضافه ولا هذه القبضه اللي زدتها. بالمناسبه انا كنت درت لكم فيديو هذاك اللي قلت لكم عليه مقبلات على كيفاش خدمت هذا وكامل، ننصحكم انكم تشوفوا الرابط تاعو في صندوق الوصف، راح يظهر لكم ايضا هنا في حرف الاي الفوق في بعض الاكسسوارات اللي تحتاجوها باش تطوروا جوده التصوير بالهاتف تاعكم. ودرك هيا راني حاب نشرح لكم على هذه الاضافه اللي زدتها. شوفوا هذه واش خاوتي، هذه رورما ضفت لها هذه باش ركبت فيها هذا البولونوات هنايا، وزدت خدمت لها هذه الحديده ودرتهم مع هذه القبضه. وهذه الدور تاعها واش الحاجه الاولى تمص الاهتزازات اللي يكونوا هكايا ولا هكايا ولا في كل الاتجاهات، يعني هذه مخدومه باش تمص الاهتزازات تاع الهاتف تاعك كي تكون تمشي وتصور بهذا الشكل. تعطيش نتائج كيما الجلايد كامل حقيقي، لكن تبقى اضافه شابه وسعر تاعها ماشي غالي بزاف. هذه كومبلي استقامت لي شحال 30000 ولا 40000 فقط. يب فوالا خاوتي، درك هي عينا بزاف وقررنا انه نديرو بوز ونريحو هنايا نفطرو، لانه الساعه راهي 12:10 وهذا البلاصه شباب بزاف ايضا، لهذا اخترناها كما راكم تشوفوا فيها الهواء نقي ومنظر شباب وما فيهاش الاضاءه بشكل كبير، فقلت نسجل لكم ايضا مقطع. درك اخوتي راح نرد عليكم ثلاث عينات اي ثلاث فيديوهات، كل فيديو مصور بطريقه مختلفه. الفيديو الاول راح نكون مصوره بالهاتف تاعي فقط ونمشي نحو شيء ما، الفيديو الثاني راح نكون مصوره بالجلايد كام هذا لكن بدون استعمال هذا القبضه، نشدو منها يا كالعاده ونمشي. والمعينه الثالثه ولا الفيديو الثالث راح نستعمل فيه هذا القبضه اللي ختمتها جديده ونصور لكم الفيديو هكا باش نتوما تقدروا تحكموا بنفسكم على نسبه الثبات اللي يعطيها لك كل حاله ولا كل طريقه من الطرق، وتشوفوا نتوما اذا تستاهل انكم تخدموا واحد كيما هذا ولا لا. بلاصه شباب بزاف، عندي واحد سنتين ما جيتش لهنايا، واليوم كي جيت راني وصلت لبلايص جامي وصلت لهم في حياتي هنايا في الشريعه. المهم خوتي فيها كي تصوير هذوك الثلاث مقاطع اللي وريتهم لكم الان، استعملت نفس الافكار اللي شاركتهم معكم في الفلوج اللي درتو العين بالرحال في تثبيت الهاتف تاعك وباش تتحصل على فيديوهات ثابته. اذا ما شفتوش ننصحكم انكم تشوفوه، لانه هذوك النصائح هما اللي خلاو الفرق
بين هذوك ثلاث فيديوهات اللي شاهدتهم الان ربما فرق صغير، وطبعا يكون فرق صغير لانه التجربه اللي درناها درك ماشي تجربه كبيره بزاف، وكانت شجره قدامي وانايا نقرب لها فقط، والطريق كانت مستويه يعني ما فيهاش عقبات باش يهتز الفيديو ولا لكن في التجربه الحقيقيه ولا كي تكون تبع فيك الشخص ولا تحتاج فيديو سلس لاقصى درجه راح تصيبو مفيد بزاف، وانا راني متاكد باللي افضل ب 100 مره على الاغلب قلت لكم ثلاث خطرات في هذا الفيديو باللي احسن من انك تصور شاد الهاتف تاعك بيدك فقط، يعني خليك دور الهاتف تاعك هكايا تتحصل منه على زوايا ما تقدرش تتحصل عليهم اذا كنت تصور بالهاتف تاعك. اذا انت يا سيريو في تصوير الفيديوهات وصحه بالفيديوهات تاعك تكون سلسه اكثر، ننصحكم انكم تخدموه ولا تشروا واحد سعر تاعو يدير 1.2 مليون حتى 1.5 مليون هنا في الجزائر. وكما راكم تشوفوا في هذه اللقطه هنايا الحاله راهي هابطه وفيها بزاف عقبات وبزاف حاجات تخلي الفيديو تاعك يهتز بزاف، لكن كي انا صورتها بهذا الجلايد كام بهذيك القبضه شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها، وعاودت درت نفس التجربه بيدي فقط وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. راكم تشوفوا في الاهتزاز فرق كبير بزاف خوتي صح، وهذا غير انه بالجلايد كام كي تكون شادو بيد واحده هكايا يخليك تركز على الطريقه تاعك، يعني ماشي كيما كي تكون بالهاتف تبقى تركز غير كيفاش تخلي الهاتف تاعك ما يهتزش. فوالا هذه نقطه ايضا تحسب للجلايد كام. والحاجه اللي ما نختلفوش عليها اخوتي هي انه كاين بعض اللقطات وفي بعض الاوضاع لازم لك ستابيليزاتور باش تتحصل على فيديوهات قابله للاستعمال، ماشي حتى مهزوزه شويه، لازم لك ستابيليزاتور باش تتحصل على فيديوهات قابله للاستعمال. واذا ما كانش عندك ستابيليزاتور ولا القدره الماليه انك تشري ستابيليزاتور وانت تصور بالهاتف تاعك، نتوقع انه هذا خيار رائع، واذا حابين تخدموا كما هو دخلوا لليوتيوب وكتبوا دي اي واي جلايد كام يخرج لكم الطريقه كيفاش تخدموه بها اذا حبيتوا تعرفوا. بالنسبه لهذا المشي اللي شفتوني درك نمشي فيها فهذيك حكايه واحده اخرى، هذه واش يقولوا لها مشيه النينجا ما رانيش عارف، المهم هذه مليحه بزاف في تثبيت الفيديو لانه كي تمشي هكاك تعوج ركبتك وتمشي بالاقل الاهتزاز في الفيديو تاعك يقل. وانا هذه كنت قلت لكم في الفيديو هذاك اللي شاركت فيه معكم نصائح في تقليل الاهتزاز اللي قلت لكم عليه اذا حابين تروحوا تشاهدوه. وديجا كاين مثال يقول لك كي تكون تخدم بالجلايد كام كل ما كان المنظر تاعك غادي وانت تستعمل فيه كل ما تحصلت على فيديوهات سلسه اكثر، وهذا طبعا لانه هو اصعب اداه تثبيت تقدر تتعلم لها، ماشي كيما بلو هذوك اللي يخدموا بالذكاء الاصطناعي والمحركات وكامل، هذاك شغل من الصندوق ديريكت تتجبدو تتحصل على فيديوهات سينمائيه. الجلايد كام يطلب منك بعض التمرين. او كاينه حاجه خوتي شوفوا الضباب اللي ولا دركايا دركايا شحال نحب هذا المنظر. وحتى لهنايا نورمالمون نكونو كملنا الرحلة تاعنا دركايا رايحين نتوجهوا للمنزل ونزيدو نصورو بعض اللقطات والفيديوهات السينمائية شوية في الطريق. وحاب نختم معكم بهذا النصيحة وهي نصيحة مهمة بزاف وشابة تخليكم تتحصلوا على فيديوهات سلسة وما فيهمش الاهتزاز بزاف، وهي صوروا بفريم ريت عالي، ما تصوروش ب 30 إطار في الثانية، حاولوا تروحوا للإعدادات وديروا 60 إطار في الثانية لأنه الفايدة تاع 60 إطار في الثانية غير أنها تسمح لك أنك تدير سلو موشن للفيديو تاعك، تسمح لك أيضا أنك تزيد الاهتزاز في الفيديو تاعك، تسمح لكم تزيدوا الاهتزاز، قصدي تسمح لكم تزيدوا ثبات في الفيديوهات تاعكم. الفيديو تاعك يخرج سموث ماشي مهتز لهذيك الدرجه، وتقدروا انتم تجربوا بنفسكم، روحوا صوروا لقطه ب 30 اطار في الثانيه وعاودوا صوروها ب 60 اطار في الثانيه وتعرفوا النتيجه بنفسكم. المهم خوتي لهنا نكونوا كملنا الفيديو تاعنا والفلوج تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم هذه البلاصه وان شاء الله يكون عجبكم الفلوج والنصائح اللي قدمتهم لكم من فضلكم، اعطوني رايكم فيهم في قسم التعليقات. المهم اذا حابين تشوفوا باقي الفلوجات تاعي راح يظهر لكم في قائمه هاني مجمعهم لكم هنايا تقدروا تروحوا تشوفوهم. في هذا الجزء من الشاشه راح يظهر لكم فيديو اليوتيوب يتوقع انه راح يعجبكم. تحيه كبيره لكل شخص وصل لهذه النقطه من الفيديو خوتي، ما فهمتش علاه راني نتعقن بزاف، المهم راني عيان بزاف بصراحه. ايا باي باي.